لكن محمد شريف بقى ما فهمش ضربات جزاء خالص ولا واحد. ايوه يعني ياسر احمد ياسر بنفس ال 15 ما اعرفش فيهم ضرب جزاء ولا لا، لكن اظن برضو يعني متشافين كده، ودي بتقول لك انك انت هجومك يعني دلوقتي متنوع. يعني ده جون جميل جدا 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 يعيد كهربا الى رونقه. توقع الكرة والجري بالطريقة دي وخد نفسه في اتجاهها وشوفوا طب بص بقى محمد شريف هيعمل ايه، كرة تظنها عدت كرة صعبة طبعا جدا، لكن شوف برضو حسين الشحات هيعمل ايه في الجون الثالث. دي ده الجون بتاع الحكم صفر هو انا الخطأ. طب الكرة دي بقى عايزين نعلق عليها، ماذا لو أثرت الكرة دي على نتيجة المباراة؟ تخيل ان كان ممكن تتعاد قانونا، لانه خطا قانوني، خطا في تطبيق القانون. ليه كابتن بتاجي؟ انا سمعته برضه في البرنامج بتاع الاذاعه ده اللي بتاع كابتن كريم، بيعيد الكابتن كريم بيقول له ايوه الصفاره بمجرد ما بتطلع بتوقف اللعب طبعا، فكان هيبقى خطا في تطبيق القانون. انت جبت جون بعد صفاره، وممكن جدا اتذكر ان احنا اتطبق علينا هذه القاعده في مباراه هنجهزها دلوقتي. هنجهزها، يا سلام عليك لو جبتها. هنجهزها لك انا دلوقتي، بس في الجون الثالث اللي عجبك من حسين الشحات لبواليا. طبعا بواليا يعني ده تاني مباراه على التوالي يسجل، برضو ان هو تابع الكوره وجري وقطع وزقها بسرعه بدون فاول يعني في مجهود وفي رغبه وفي ثقه، كان مهم جدا. دي تاني او تالت ماتش مره يعمل اسيست يكسبك، ومرتين اهو ورا بعض بيجيب لك، وبرده الاسيست بتاع الحقيقه حسين الشحات كمان. ما انا بقول لك حسين يعني بيستعيد نفسه بقوه، وهو لعيب مهم جدا 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 طبعًا. كابتن حسين الشحات ويعني واللعيبه المهمه اللي زي دي لازم تتعامل انك انت تبقى فاهم انها يعني يوم ما ترجع مكسب كبير قوي. فهي كبوة. هل يكون فلافيو جديد؟ بس بستايل تاني. بستايل تاني. طبعا فلافيو عبقريته مش بس ان هو لعيب كوره كويس، اعظم هيدر على مستوى العالم. على مستوى مفيش لعيب في العالم لعب بكل سنتي بدماغه، سواء يجيب جون او يقطع يجيب جون او يقطع البعيد ويلفها في البعيده، او يجهز لك الكوره وانت بتجري، او يجهز لك الكوره لورا وانت جاي تشوط. ما سابش حاجه من مهارات التمرير او التهديف بالراس. ده كان بكل حاجه بيسجل دماغه من رومان بيلي. انا كنت بقى مسميه دماغه رومان بيلي. على رومان بيلي. حتى الجون اللي كان يظن الناس انه جابه بالصدفه وهو رجع يشاور كده، او الجون جابه في المحله قاعد يشاور على دماغه كده انه بدماغه، لا هو بيشاور ان انا لعبتها بدي. اتضح بعد كده ان ما في الراجل ده بالهيد ما بيعملش حاجه بالصدفه. فهو ما فيش سنتي في دماغه ما بيستفدش بيه. فده حاجه على جنب. دي عبقريه، ولذلك الثنائيه اللي اتعملت بينه وبين جيلبرتو اتعملت بناء على ادراك جيلبرتو بهذه المهاره. لدماغ فلافيو. هو بيحطها له. انا ماليش دعوه، انا هحطها لك في الرينج. وانت حرك دماغك في الاتجاه اتصرف في القريبه في البعيده اللي هي على ظهرها، ويبقوا عارفين انه هيعملها وتتعمل.